دي صار اعتذر بعد 350 سنة من جاليلي. هذا اللي قلته قبل شوي. صحيح. خلينا ناخذ استراحة. لا بس تحريك صغير قبل استراحة. وبين خلينا ناخذ استراحة. المونسيور لبقي مظلوم كبير كان بهالموضوع وظلم لأنه كان علم من أعلام الكنيسة المارونية. لو كان شخص معامل هالخير بالكنيسة ومعامل هالإشياء الهائلة بالكنيسة المارونية ما حدا كان إجا صوته. ظلم كبير.